تجدون بأن الحجاج الأوائل الذين ذهبوا إلى أمريكا في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر وحتى السادس عشر يسمون الحجاج، ما ليسوا مهاجرين، انتقلوا من أوروبا كانوا مضطهدين دينياً وانتقلوا إلى هناك، كانوا أكثر من البروتستانت، فكانوا يعتقدون أن هذا الانتصار العظيم الذي حصل لهم وهذه القوة العظيمة تسمى أمريكا هي كانت نتاج يعني الديانة البروتستانتية الصحيحة كما يرونها. لذلك كانوا يرون بأن إذا نشرنا هذا الدين المسيحي البروتستانتي إلى العالم، العالم سيتطور، العالم سيتقدم. والأمر المهم جدا والذي يمكن هو مفاجأة أعتقد للبعض هو أن كثير من المسيحيين خاصة كانوا يعتقدون بأن يعتقدون بعودة المسيح الثاني، وكانوا يعتقدون حتى يعود المسيح يجب تهجير اليهود إلى فلسطين ويجب إعادة اليهود إلى فلسطين. وفي الحقيقة كان عديد من الناس مؤمنين بهذه الفكرة، ومن أول من أوائل ما يسمى بالمستعمرات المسيحية التي أسست في الشرق الأوسط كانت في فلسطين وكانت هي أمريكية مدعومة من الأمريكان لليوم. قبل أن تنشأ منظمة الصهاينة وقبل هرتزل قبل ذلك بكثير، فكل هذا كان يدفع الأمريكان، مع أنها قد تكون فكرة ساذجة إلى حد ما، لكن هذه الفكرة التي دفعت الكثير من الناس أو كثير من الشباب للتطور. هذا هو الجو العام في نيو برونزويك التي هي الإسرائيلية ما تسمى الكنيسة الإصلاحية الهولندية. 1904 أغلقت المكتبة من غير سابق إنذار، وكان الحد كان الكلام، وكانت الرسالة التي كان موجهة لسلوم أن الشيخ مبارك أرسل من غير سابق إنذار هكذا رسالة إلى سلوم: أخرج من الكويت واترك الكتب واترك كل شيء فقط أخرج. سلوم مطمئن حزن، ليش؟ شو أسوي؟ أبي كتبي؟ ما يصير أطلع بهذه الطريقة. أرسل بشكل سريع إلى القنصلية في بوشهر يقول يعني أنا قد خرجني مبارك، ما السبب أن أخرجني مبارك؟ طبعاً العجيب أن كل المصادر العربية والمصادر التاريخ الكويت لا تذكر ما هذه الحالة، وهو لا يكتدون مبارك. نحن لا نطلق على الحالة فقط، إنما أسأل ما حصل وما لا حصل وكيف حصل. واضح؟ فبعد أن ذهبت إلى بعض أيضاً الوثائق الأمريكية وجدت بأن في عام 1903 كان عند الشيخ مبارك ما يسمى بقنصل تجاري أو مندوب تجاري. كان هذا القنصل يسير إلى عمان ويذهب إلى عمان ويخلص بعض الأمور التجارية للشيخ مبارك بشكل سريع.